قديم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين مضطهدين. صلى الله وسلم عليك يا يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدتي نساء العالمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا سادتي كنا معكم ونفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا غريب يا مظلوم كربلاء. أنا عيان قتل الطف لا زلت ناعيا، تهيج على طول الليالي البواكية، أعيد ذكرهم في كربلاء. إن ذكرهم طوى جزعا طي السجل فؤاديا، ودعا مقلتي تحمر بعد بيضاضها بعد رزايا، تترك الدمع داميا، ستنسى الكرى عيني كأن جفونها. حلفنا بمن تنعاه ألا تلاقيا، أبا حسن حرب تقاضت كدينا، إلى أن أساد في بنيك تضاضيا. ومما يزيل القلب عين مستقر ويترك زند الغيب
الحشر واريا وقوف بنات الوحي عند طريقها بحال بها يجين حتى الأعاديها اللي دشت على ابن زياد زينب والنساوين وياهم السجاد يهمل دمعة العهد والرجز فوق التخدي تبرج عليها كلها بلا يستار تستر بديها ايه وبدا طبيب ينكث ممسم وليها ويقول هل مقيد بزنجيل من وين قالوا علي قالهم علي يقولون مذبوح قالوا نعم الأكبر بواد الطف مطروح قدام أبو حسين ضلع لجروح وهذا الذي ضل من أولاد الخارجين كلم أبو محمد جيب بدم حمايل قال له بعد تقدر علي ترد الجوا وما تسحبونه يا ولي يا ولي فوق الرمال ضجت الحالة بالبشديش النساوين زينب تنادي وين عزنا ما خذينا ذوبت قلب للولد لا تسحبونه وان كان يا ظالم قصدكم تذبحونه قبل اذبحني عيشتي قشرة بلايا لكن حريم وضايعة تبلى الرجاء يا غيرة الله ما لنا غيره ترك فين بالله عليكم لا تسحبونا لا تسحبونا ترى علي بعد يا خلق الله نجي بالنا والمنا ولكنما المرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال العزيز في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لقضاء الحوائج وشفاء المرضى وتعجيل الفرج أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. ثانية يغفر الله لكم. حبا للزهراء ثالثة بأعلى أصواتكم.
وارحمنا محمد وآل محمد، وثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم يا كريم. ليس هناك أحد لا يحب السلام، أمر متفق عليه، كل يود السلام، لكن هذا الطموح وهذا الأمل وهذا الرجاء لا يتحقق بالأمان. بل لا بد من وجود معرفة بما يضر، معرفة بما يؤذي، معرفة بما يوصل إلى الفشل، معرفة بما يوصل إلى الخسران. أما أنه أتمنى السلام ولا أسعى إليها، وقبلها لا أعرف مواطن الشر ومواطن الخطر، فالأمنيات لوحدها لا يمكن أن تحصن الإنسان وتجلب له السلام. لابد من معرفة، نعرف بأن هذا الطريق يؤدي إلى غير الهدف. لابد أن تبحث عن طريق آخر يوصلك إلى الهدف. تعرف أن هذا الطريق فيه معوقات، عليك شنو؟ تتجنبه والله تروح إليه؟ تتجنبه. إذا في معوقات، في محاذير، في خطورة، في كذا، أنت تبحث عن السلامة. فإذا كنت تبحث عن السلامة فابحث عن الطرق الآمنة، وهذه ما أجي إلا من خلال المعرفة، يكون عندك معرفة. في مجال السلامة في السير إلى الله سبحانه وتعالى أيضا يحتاج إلى معرفة، بل أولى هنا المعرفة تكون أولى، لأن هذه فيها خطورة على مستقبل الإنسان الأخروي. تدعو وتقول اللهم اجعل أعمالي خواتيمي وخير أيامي يوم ألقاك، عندك هذا الطموح. كل لحظة الانتقال من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة تكون على نجاة، تكون على سلامة، تكون على سعادة. وإحنا البارحة ذكرنا العدو اللدود للإنسان في هذا الطريق وهو إبليس الشيطان. هذا شغله الشاغل هو يجي للعابد، يجي للعالم، يجي للعارف، يجي للمخلص، ها يقعد وياه يبحث عن مصيدة من المصائد التي يصطادهم فيها. لا قعدن لهم صراطك المستقيم. فإذا معرفتنا بإبليس بالشيطان وجنوده يعني السلام لنا أثناء الطريق. وهذا العدو أيضا ما عنده وقت
الآن يجي الآن ما يجي له وياك. أي لحظة أنت تغفل عن الله هو يدخل. ما دام قلبك مشتغل بالله فهو مطرود من ساحتك. لكن إذا غفلت عن الله عز وجل جاء أمامك. الإبليس الشيطان جنود أتباع. لذلك الشريعة المقدسة جاءت وبينت وحددت ووجهت وطلبت من الإنسان المؤمن أن يبتعد قدر ما يستطيع عن مواطن الشبهة، عن مواطن الخطر، عن مواطن التي من خلالها يدخل الشيطان لك. تعرفها. البعض يصور أن إبليس هو بعيد عن العابد، هو بعيد عن العالم، ربما بنسبة معينة، لكن العابد والعالم والعارف والمطلع زين هذا للشيطان أكثر. إجليه هو إجليه الشيطان إجليه. والمخلصون على خطر عظيم. هذا المخلص على خطر عظيم. بعد اللي أنزل من المخلص إيش يطلع؟ هناك أمور نشير لها إشارة سريعة في ضمن أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الآية المباركة تقول فكبكبوا فيها أي في نار جهنم أجارنا الله وإياكم منها. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم ومن سعداء خلقك دائما في هالليالي. لا تنسى هذه الكلمات النورانية تطيب القلب وتطهر اللسان وتفتح لك الآفاق وتعطيك حصانة. فكوكبوا فيها هم والغاوون بعد وجنود إبليس أجمع. إبليس وجنوده والذين يتبعونه هؤلاء في يوم القيامة مصيرهم هذا المصير الأسود. إذن القرآن يعطينا إشارة إلى أن هناك جنود لإبليس. من هم جنود إبليس؟ هناك بعضها في مجال المعنوي، بعضها في مجال البشر. بالإجماع نقولها أن كل مواطن الشر هي أدوات للشيطان. هذا بشكل مجمل كل مواطن الشر من خلال الأحاديث والروايات. يقول مولانا الإمام الصادق عليه السلام يقول ليس لإبليس جنود أشد من النساء والغضب. نوقف عند مفردة النساء ومفردة الغضب قليل. النساء هذا ليس بالمعنى أنه كل النساء. المرأة لا، المرأة المؤمنة زين الملتزمة العفيفة المتدينة التي قصانت نفسها والتزمت بكتاب ربها
وحافظت على المبادئ والأخلاقيات والسلوكيات. زين طبعا هذه طلعها من القائمة، هذه ما يمكن تصير جندي للشيطان، ما تصير من جنود الشيطان. لكن الإنسان لازم يتجنب أن يكون حتى مع حالة التدين أيضا، المرأة متدينة والرجل متدين، الشاب متدين والشابة متدينة، ويعملون في مؤسسة خيرية أيضا، زين كجمعية خيرية أو صندوق خيري أو ما أشبه، من نتيجة شاب وشابة. زين هذا هنا الأمر، لا تقول والله هذا لا اثنين هم متدينين وكل شيء والتزام، هذا صحيح كلامه لكن أيضا في خطورة. ليش؟ لأن الخطورة تجي من أن الإنسان عنده النفس اللي يمكن أن يقول له الشيطان روح موجود، ونفس وما سواها فألهمها فجورها أتقواها. لذلك يقول مولانا الأمير عليه السلام، أو يقول إبليس، إبليس يقول لموسى عليه السلام، كلام جميل، يقول لا يا موسى لا تخلو بامرأة ولا تحلو لك، لا تخلو بامرأة ولا تحلو لك، فإنه ما حلا أو ما خلا رجل بامرأة ولا حلت له إلا كنت أنا دون أصحابي وياه. يقول له ما خلي جندي من جنودي يروح له، أنا أروح بكبر إله. هذا الإطار حتى في إطار المتدين أيضا. لذلك عندنا الخلوة شنو مولانا؟ ليش؟ لأنها هي موطن ومواطن شنو؟ إبليس، بالسيارة، بالمكتب. زين هذه كلها شنو؟ حتى في المجموعات المتدينة أيضا يمكن أن يندرج هذا الكلام عليهم، وعليهم خطورة أيضا. وإذا كان شاب وشابة وما عندهم أيضا معرفة واسعة بهذه المحاذير، زين خطورة. يا موسى لا تخلو بامرأة ولا تحلو لك، فإنه لا يخلو رجل بامرأة ولا تحلو له إلا كنت أنا صاحبه دون أصحابه. إذن فيه التفاته، لأن هذا جندي من جنود ومدخل من مداخل اللي يمكن الشيطان يدخل للإنسان، وبالنتيجة شنو؟ يغويه أو يشجع على فعل الخطأ. وعندنا أيضا دائرة ثانية كما قال الإمام الصادق عليه السلام، الغضب. الغضب أيضا هو جندي من جنود إبليس. إذا حضر عند الإنسان الغضب لا تقول هذا يعني حالة طبيعية، لا، وإنما هذه شيطنة من شياطين إبليس حاضرة. الغضب ما تدري يودي الإنسان، ممكن يودي الإنسان بعيد، خليه يروح بعيد،
يفعل أفعال أعمال كلها مبعثها ما الغضب مو ما العقل مو ما الروية مو تصرفات مؤمن لا وإنما تصرفات إنسان غضبان. وانت تشوفون إذا إنسان استملكه الغضب كيف يكون وعلى أي هيئة حتى ملامح وجهه تشوف منها ويقول أيضا مولانا أمير المؤمنين تعزيزا أيضا لهذا الكلام يقول للحارث الهمداني هذا الذي قال يا حار همدان من يموت يرني من مؤمن أو منافق قبلا. زين يا حارث احذر الغضب فإن الغضب جندي من جنود إبليس جندي من جنود إبليس الغضب الخلوة الكذب أيضا هو باب من أبواب إبليس وجندي من جنود إبليس سان ألي يعرف هاي المواطن وهذه الطرق حتى يتجنبها حتى يحفظ على السلام هو يريد السلام وما يمكن أنه أنت تحصل على السلام وعلى تقوى الله إلا بتجنبك هذه المواطن. للأمير عليه السلام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة كلام جميل أيضا يقول في نهج البلاغة أن يحذر الإنسان حذرا من التعاطي مع مجموعة معينة وطاعتها لأنها قد استخدمت من قبل إبليس استخداما جيدا. يجي فصل هو شيء جميل أن أقرأ إليكم مباشرة. يقول مولانا الإمام سلام الله عليه ألا فالحذر الحذر من طاعة ساداتكم وكبراءكم اتخذوا إبليس مطايا ضلال. دول الفئة المستكبرة الفئة الظالمة الفئة المنحرفة والتي بيدها مقاليد أمور معين أو معينة اتخذوا إبليس أو اتخذهم إبليس مطايا ضلال بعد وجندا بهم يصول على الناس بعد وتراجمة على ألسنتهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم شنو أربابا من دون الله. لذلك شلون الإنسان يكون على نجاة؟ يكون على نجاة باتباعه القرآن، يكون على نجاة باتباعه رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته. هو بنفسه يشوف الأمر، أي أمر من الأوامر يشوفه يعرض على كتاب الله، يعرض على أفعاله وأخلاقياته والسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. ومن جانب ثاني عليه أن يقرأ يطلع يثقف
يقرأ شوي تفسير، يقرأ أحاديث، يقرأ روايات أهل البيت حتى تكون عنده معرفة. فيوم يوقع في موقف معين يعرف شلون يتخلص، يعرف شلون يطلع، يعرف يدبر روحه زين، يعرف يحافظ على السلامة النفسية والروحية والإيمانية والتقوائية، يحافظ عليها مثل ما يحافظ على أمواله. لازم تحافظ على دينك. شلون تحافظ على دينك؟ كما تكنز أموالك من ذهب وفضة، أيضا اكنز وحافظ على إيمانك وعبادتك. ودولة أولى، وهذا ما يجي إلا عبر المعرفة. اقرأوا كثير، اطلعوا كثير، اسألوا كثير عن ما هو متعلق بالدين. مو البعض إذا فعل الفعل وخلص منه وسوى ما سوى وشاف الخطأ بعدين يجي شنو يسأل. اسأل قبل لا تسأل، قبل لا تفعل، قبل لا تتحرك. والشيطان ترى ما يجي لك بالدفعة، لا، الشيطان عنده سياسته التدرج. التدرج. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا شنو؟ أحسن خطوات الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء شنو؟ والمنكر. هو ما يقول لك تعال روح صير عابد، روح صلي، لأن الصلاة ها تسود وجهه. الصلاة تسود وجه الشيطان. ما يقول لك روح صلي، لا، يأمر بالفحشاء والمنكر. زين بالتدرج أول مرة، لا، الأمر بسيط، هذا خفيف، مرة ثانية، مرة ثالثة، وبعدين يصير شيء مسلك وفعل طبيعي عنده، وربما يكون أمر عادي. أكو هناك أناس يتجاهرون بالفسق والفجور، الجاهر مو شيء يعني منكر، بل أصبحنا في زمان أن المعروف أصبح منكرا، والمنكر أصبح والمعروف أصبح منكر، والمنكر أصبح معروف. تغيرت المعادلات الآن، كثير من الأشياء عندنا للأسف تغيرت، بدلت كل نتاج ثقافات وأمور أخرى دخلت زين، مع ضعف ثقافي موجود عندنا، ضعف ثقافي ديني موجود عندنا زين. وهذا تشوفه في حياتنا العملية كثير كثير جدا. ذاك العابد الذي في بني إسرائيل، عبد الله سبحانه وتعالى في صومعه، وقد أتاه الله سبحانه وتعالى أنه يشفي المرضى، يشفي المرضى. تدرج إبليس يغوي الإنسان، يحرف الإنسان شوية شوية، أمر بسيط، أمر سهل، إلى أن يوصل إلى الكبائر، بل حتى أن الكبيرة تصبح في نظره شنو؟ صغيرة. جاءوا إليه بشابة تحتاج إلى علاج، فتركها إخوتها عند هذا العابد. سول إليه الشيطان أن يفعل ما هو محرم. بعدين التفت لنفسه، شو سوي، شو أعمل؟ هم زين له الشيطان أن يقتلها. تدرج واحدة واحدة إلى أن قتلها فعلا. تورط، بكرة أهل هيجون، أخوة هيجون، شو سوي ياهم؟
قل لهم. قال له الشيطان ادفنها، قام بدفنها، لكن ان كيد الشيطان كان ضعيفا. زين بقت اثار دماء، هو ما التفت اليها. اجوا اخوته سألوا عنه، قال لهم والله طلعت هي ما ادري وين راحت. لكن اكتشفوا بعد ذلك الامر، فوجدوا انه قد قتلها. زين وصلت المسألة الى الحاكم الشرعي، جابوا حكموا عليه بأن القاتل شنو يسوون له؟ طلعون براءة له. هذا في زمننا الحين القاتل طلعون براءة. في زمننا شكل. زين قاتل يطلعون براءة مو مشكلة، بس اللي بالنتيجة حكموا عليه بالقيد، علقوا على المشنقة. يجي له الشيطان قال لي أنا اللي ورطتك وأنا اللي خلصك. قال لي خلصني بعد شوية يشنقوني. قال لي ايه انا اخلصك لكن بطلب. شي تطلب الا تريد انا اعطيك. قال ان تسجد لي. قال انا الحين معلق وين اقدر اسجد؟ قال ما اريدك تسجد سجود هذا على ركبك، لا بعينك. ايماء 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 تومي انك سجدت لي، هذا يكفي. شوف وين ودي الشيطان الإنسان. لذلك أنت بمجرد أيها المؤمن، بمجرد أن تشوف هذا الأمر اللي رايح فيه، فيه ما فيه من التقاء مع الشيطان، اهرب عنه، لا تفسح له المجال. لأن إذا فسحت المجال للخطوة الأولى، احسب حسابك أنك سوف تخطو الخطوة الثانية، وإذا خطأت الخطوة الثانية وتخطو الخطوة الثالثة والرابعة وهكذا دواليك، وبعدين تشوف نفسك وين؟ في وادي آخر. قال اسجد لي. قال اسجد لك اسجد بالإيماء، بالإيماء تقبل من عندي اتخلص. قال لي اتخلص. قال لي اسجد لك. في أثناء ها هذه رمشة العين على أساس أنه إيماء بالسجود، وإذا بهم قد رفعوا المنصة التي كانت تحت رجله فسقط ميتا. أنت شوف إنسان، هذا إنسان عابد، وين انتقل؟ لأن الخطورة على العابد وعلى المتدين أكثر خطورة، خطورة جدا خطورة. فلذلك احنا مع تواصلنا وتعاطينا مع هاي الحياة، مع هاي الامور، علينا ان نكون ملتفتين. ترى الشيطان مو غافل عنا، مو ناسنا، مو متجاهلنا، لا وياك. لا تقول انا الحين متدين وكذا وغيره وخلصت، بعيد الشيطان عني. لا التفت زين، انتبه زين، احذر. اليه مصائب واليه ابواب واليه مداخل، هذه انت بعض الاحيان لا تعلم، وهو يجيك بعض الامور اللي انت مغلفينها بغلاف ديني، بغلاف ديني. وانا ما اريد اجيب الان مواقف زين، لأنك مواقف كثيرة في هذا الاتجاه زين، بس أنت تعرف خصوصا في دوائرنا المتدينة علينا أن نكون حذرين جدا، حذرين. لا نغطي العمل الخيري بغطاء معين، يمشي فيه في إطار معين، ولكن ما بينهما هناك شيء زين لا يرتضيه الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس ايضا يغتاب الناس بحجة انه شنو، ان هذا امر مطلوب لازم ابين ولازم اوضح ولازم كذا ولازم كذا، وعلى المعدل هذا. حتى ايضا بعض الحين في نطاق الاسرة ايضا موجود هذه الحالة. كن دقيق، تحتاج الى دقة، تحتاج الى التفاته. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يأتي للإنسان يزين له، يستدرجه حتى يوصله إلى نقطة لا عودة. خلاص طبع الله على قلوبهم.
يصير على قلبه قفل أم على قلوب أقفالها. وبعدين إذا الإنسان استملك الإنسان، إذا الشيطان استملك الإنسان، هذا يكون خطر جدا، لأنه يكون كالوحش لا يعمل بعقله وإنما يعمل بما يملي عليه الشيطان. وهذه نماذج عندنا كثيرة. بني أمية فعلوا أفعال يندى لها جبين التاريخ، لم تأتي الإنسانية بمثل هذه الأفعال إلا ما فعله بني أمية. يعرفون الحسين ويعرفون عيال الحسين ويعرفون زينب، ما أكو أحد من كان حاضر في كربلاء ما يعرف زينب، خصوصا دولة القادة كلهم يعرفون زينب، كلهم يعرفون الحسين، إن دولة من أهل بيت النبوة. ماذا صنعوا؟ صنعوا الكثير حتى تفطرت قلوب بني هاشم. مولانا الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه عزيز عليه أن يشاهد تلك المشاهد وتلك المواقف وتلك الأفعال، لذلك انفطر قلبه طيلة حياته كان يتذكر ما جرى على أبيه الحسين، يتذكر. ما في يوم من الأيام يقدم له شراب أو طعام إلا ويمزجه بدموع عينيه، لأن ما رآه في كربلاء ليس أمرا سهلا وبسيط، بل أن العرش اهتز له، السماء الأرض بكت لمصاب الحسين. يدخل عليه أبو حمزة الثمالي يقول سيدي ما أنا لحزنك أن ينقضي ولهذا البكاء أن يقول سيدي أليس القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة؟ قال أبا حمزة نعم القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، لكن يا أبا حمزة سمعت أذناك أم رأيت عيناك أن سبي النساء لنا عادة؟ والله ما ذكرت عماتي وقوف عماتي وأخواتي في مجلس يزيد وابن زياد إلا وخنقتني العبرة، كان لي به نادى لقلبي أبو حمزة تراه تبتت مثلي المصيبة اللي دهتني ما حد صاديك البدور اللي بمنهايا منازلنا يزهرون وبالليل كل من العباد ما يفتر سبع وعشر فارقتهم كلهم غصوا وفر الساعة وسدهم حر التراب
لو شفيت جسم اللي عليه المسنات مطروح وذاك الشباب اللي صباح العرس مذبوح والله لو شفت الاكبر مال ابني بكثرة النور ما خلت لنا كربلاء الشيخ ولا شاء بعينه نظارة حسين بيد الطفل منحور وما وراه تشيعه ودموعه حتفوق وكل ما طلع من بده قرب المعركة غا قال له يا ابن بنت النبي ورب السعادة صار الجت لكم يا هل هالبيت وانتو كرامتكم من الله الشهادة عود على كثر المصايب يا ابن لنجا قال لي يا ابو حمزة حشايا بنار ملهو لا زاد يهنى لي ولا تهنى بمشروع تشريد عماتي وخواتي وسط البروق نحل ترى عظمي ولذيذ العيش ما طاع انا لما نكست راسي لجي لجل ذبحي الصنادي ما قصروا بالغاضرية غاضرية زلزل البيت نكست راس دخول زينب ما اجلس زين رام النوح اليتام راس عشاب يا حسين بعدك لا هنا عيش ولا قبل الدعاء غدا ان شاء الله القراءة تسعى الله